ريلمي ستكشف عن أول تلفاز ذكي لها في مؤتمر العالمي للجوال MWC 2020. تعرف على المزيد من خلال الفيديو، لكن لا تنسى عمل اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وعمل لايك للفيديو. قام مدير التسويق في شركة ريل مي بالتشويق لقدوم أول تلفاز ذكي من الشركة إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. في الإجابة على الأسئلة على شبكة تويتر، أكد أن ريل مي تستعد للكشف عن أول إصورة ذكية من الشركة في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال أنه سيتم الكشف عن هذه الإصورة قبل أن يتم الكشف عن التلفاز الذكي. التلفاز الذكي القادم من شركة ريل مي سيستهدف السوق الهندي، وهو أكبر سوق للعمالة التجارية الصينية. إلى جانب ذلك، فسوف يتم عرض هذا التلفاز الذكي للبيع بسعر اقتصادي، على الرغم من أنه ليست هناك من الوقت الراهن أي معلومات حول الحجم أو القدرات للتلفاز. تبدر الإشارة إلى أن شركة شاومي، أو التي تعتبر المنافسة الرئيسية لشركة ريلمي في الهند، تملك بالفعل العديد من التلفزيونات الذكية في الهند، ونفس الشيء ينطبق أيضا على شركات أخرى مثل وان بلس. حتى شركة تقوم حاليا ببيع تلفزيونا ذكيا في الهند، مع العلم بانه من المتوقع ان تقوم شركة هواوي كذلك في هذا الربع باطلاق تلفاز ذكي اونر فيجن تي في في البلاد.